فدكتورنا وحبيبنا أبو سعود الدكتور أحمد في هالمفهوم، يعني خلنا نقول وش أهم شيء ممكن أن نهتم فيه مع عيالنا، ولا خلنا نقول هو صمام الأمان اللي يضبط الأمور. تمام. طبعا علماء التربية وشاركهم علماء الاجتماع وعلماء النفس أكدوا أنه أهم شيء في قضية التربية قضية العلاقة، بمعنى إذا ما في علاقة بين الأب والأم بينهم وبين أولادهم ترى ما في تربية. وكل ما كان في علاقة وفي اتصال الأب مع أولاده ومع بناته والأم مع بناتها بالدرجة الأولى ثم مع الأولاد، كلما يعني أصبحنا نقول أنه في تربية. إذا وجود العلاقة هي أساس ومحور رئيسي في قضية التربية في الأسر. دائما أؤكد وأقول إذا بلغ الطفل عمره 7 سنين الأم قل دورها تجاه هذا الإبن، وصار الأب يأخذ الدور الأكبر تجاه هذا الإبن. يعني نقول 7 سنوات الأب بيكون له 70% والأم بيكون دورها 30%. البنت نفس الشيء، الأم تلعب دور 70% مع البنت و30% يكون الأب. ليش حنا هذا التقسيم عندنا؟ لأنه يوم يبلغ هو 7 سنين يبي يطلع برا، الولد بيروح المسجد، المفترض يؤمر في الصلاة، المفترض يروح مع والده للمجالس، يدخل يعلمه، يبدأ يتكلم معاه. لكن مع الأسف اليوم كثير من الآباء تخلوا عن هذه المهن اللي هي أساسا وسوف يسألون عنها يوم القيامة. لذلك في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية حدثت قضية وقصة. مكمن القصة يحدث أن رجلا عنده ابن ووصل عمره 10 سنين، وهذا الابن لا يصلي، يقصر في قضية الصلاة. فذهب إلى قاضي البلدة يريد حكما، يعني يقول هل أنا أضرب ابني اللي وصل 10 سنين؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أمروهم ب7 واضربوهم عليها لـ10، فهل أضرب ابني هذا اللي يقصر في قضية الصلاة؟ فحكم له القاضي بأنه يجوز لك أن تقوم بشيء من هذا القبيل ليتجه السلوك ويعتدل سلوك ابنك. فعرض هذا السؤال وتلك المسألة على شيخ الإسلام ابن تيمية، فقال ليت هذا الرجل يأتي إلي أتحدث معه. فعندما أتى ذلك الأب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية سأله وطرح عليه، قال يوم بلغ ابنك 7 سنين أنت تقول له في كل صلاة توضأ وتعال للصلاة؟ قال لا، في كل صلاة لا، أنا أخرج وأوقات كثيرة من الصلوات لا والله ما أمره فيها ولا أقول له. قال يعني أنت أهملت 3 سنين من 7 إلى 10، يوم يقول النبي أمروهم ب7 واضربوهم لـ10، أنت قصرت في 3 سنين كاملة، ويوم جاء عمره 10 سنين الآن تقول ابني مقصر؟ قال لا، حقيقة أنت من يستحق أن يضرب. شيخ الإسلام ابن تيمية حكم بأنه من يضرب هو الأب لأنه قصر في قضية التربية. وإحنا من هذا المنبر نقول فعلا الأولاد من 7 سنين ترى مهمتك 70% أنت الأب اللي رايح تسأل أهمية الحوار، أهمية المهارات الاجتماعية، القدرات، كيف الابن يتكلم، كيف يتحدث، كيف يحترم الآخرين. دائما إذا شفتوا أبناء فيهم هذه الصفات والخلق الأم تلعب دور، لكن المفترض اللي يلعب الدور الأكبر هو الأب في هذا الجانب. طيب ممكن يجينا سؤال يقول لنا والله أنا قدمت وأنا سويت وأنا فعلت وكل ما في وسعي، لكن الابن ما كتب الله له تلك الهداية يوم كبر وصار عمره 17-18، فرط ما أستطيع أني يعني أضبطه. أول يوم هو صغير كان منضبط وكان يروح ويجي معي ويسمعني وكل حاجة. هنا إحنا نطمنهم ونقول إن الهداية نوعين، عندنا هداية الدلالة والإرشاد اللي هي المعرفة والعلم وإنه المسؤوليات اللي أنت تبلغ أولادك فيها، والمعرفة والهداية الثانية هي الهداية التوفيقية اللي هي هداية من الله عز وجل ليست بيدك أنت، بيدك إنك قدمت والأم قدمت. السؤال الكبير هنا هل فعلا الأب والأم اليوم قدموا لأولادهم أو لا في خلل وفي تقصير؟ الأم انشغلت في برامج التواصل وانشغلت بالطلعات والخرجات وكل حاجة، وبالنهاية وجدنا جيل
ليس بذلك الجيل الممتاز، وصارت الأم والأب يقولون إحنا قدمنا لأولادنا، قدمتوا إيش؟ أنتم تقصدون قدمتم الرعاية، قدمتم الأكل والشرب، قدمتم المدارس، قدمتم لهم الصحة، الأكل المناسب، لكن مع الأسف الغذاء الروحي والتربية اللي يحتاجونها لا أنتم ما قدمتوها، أنتم قدمتم لهم الأجهزة وعطيتوها في أيديهم. وأنا أعتقد أن أبو عبد الرحمن مقدمنا الجميل راح يطرح علينا أسئلة عن قضية وسائل التواصل الاجتماعي، وراح نشبعها بإذن الله في هذه الحلقة. إذن الرسالة، الأب إذا ما معه علاقة مع ابنه، والأم ما لها علاقة مع بنتها، والأب والأم مع بعض ما بينهم علاقة لتربية أبنائهم، ما تعتبر هناك تربية. تذكروا وجود العلاقة وأهمية العلاقة، ما في علاقة ما في تربية. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك، ويا هلا يا هلا، حياكم الله.